واحنا دلوقتي في مصر في الموجة كام؟ لا الحمد لله يا فندم، هي فكره الموجات دي اصبحت فكره ان احنا نعد الموجه، ودي الموجه الاولى او الثانيه او الثالثه والرابعه، ده ما بقتش اساس خالص. اصل قريت ان في بعض دول ظهرت يعني بدات عندهم الموجه السادسه. كويس، ما احنا عشان كده بنقول ان الموجه من ساعه الموجه الرابعه، واحنا بنقول الموجه يعني ايه؟ يعني زياده في الاعداد ثم نزول الاعداد لاقل من 20% من الارقام ثم زياده اخرى. وما فيش حبالة في العالم نزلت ل 20% من الاعداد، ودلوقتي احنا في مرحله ثبات بنزيد او نقل بنسب معينه. وما نقدرش نقول ان الموجه رابعه خلصت ودخلنا في رابعه خمسه او سته. عشان كده ما ندورش على ارقام الموجات، ندور ازاي نحافظ وننهي هذا الوباء. نعم. دكتور حسام، هل وارد يعني الفاكسين اللي العالم كله بياخده واحنا كمان بناخده في مصر، المفروض ان هو اتعمل وطبقا لحاجه اسمها كورونا؟ تمام. مش كده؟ هل كورونا بيتطور كذا التطور، هل الفاكسين شغال ولا في دول بتشتغل على ظهور فاكسين اخر لاوميكرون او غيره؟ احنا بنقول حتى هذه اللحظه اللقاحات المتوفره امنه وفعاله. يبقى في امان وفي فعاليه. لكن هل احنا التقدم العلمي والبحث العلمي واقف عند هذا اللي احنا وصلنا له؟ كل مكتسب بنوصل له الاطباء بيبقوا طمعانين ان يوصلوا للمكتسب اكبر. نعم. احنا بنطور، الشركات كلها شغاله، في لقاحات بتستخدم تكنولوجيا جديده دلوقتي تحت الدراسه. لا، في ابحاث كتير شغاله، في ابحاث كتير على الادويه، فتاكدوا ان البحث العلمي شغال على مدار الدقيقه مش على مدار الساعه. ها؟ نعم. لكن حتى الان السلاح اللي في ايدينا سلاح فعال. نعم. معنى كده ما ندورش على حاجه اكثر فعاليه؟ لا، بندور على حاجات اكثر فعاليه واكثر امان. لكن هل هو ما يكون محتاج لقاح مخصوص؟ حتى هذه اللحظه لا. طيب، هل البروتوكول هو ولا بيحصل في تغيير؟ التغييرات بتتم على حسب التقدم العلمي. زي الفتره اللي فاتت احنا غيرنا البروتوكول في شهر 12، وقلنا ان احنا في شهر 1 في بعض الادويه هيتم اضافتها رئيس للبروتوكول، وقلنا هيتم تغيير في شهر 3. اضافه؟ هيتم اضافه 3 انواع من العقارات، في عقار هيستخدم للوقايه، وعقار عن طريق الفم للحالات البسيطه، وعقار عن طريق الفم للحالات المتوسطه بشديد. صناعه مصريه دكتور حسام ولا هنستورد؟ في حاجات، في عقار مصري، او في اربع شركات خاص تم تسجيلهم كويس ليه او تصريح لهم بالانتاج، وفي اكثر من 13 شركه تم تحت اطار التسجيل. وفي لقاح مستورد تماما، وتعقد منه على كميه كبيره تكفي عدد كبير من المرضى ان شاء الله ما يحتاجوش باذن الله. واللقاح او المونوكلون المستخدم للوقايه مستورد بالكامل. العلاج تقصد حضرتك مش اللقاح؟ لا يا فندم، هو في ثلاث انواع، في مونوكلون بيستخدم هيستخدم كوقايه في بعض الحالات لاصحاب نقص المناعه. نعم. امتى هيكونوا موجودين في السوق يا دكتور حسام؟ في نهايه يناير كل الثلاث ادويه تكون باذن الله. في نهايه يناير، وظهور وترجمة هذا العلم العظيم لتفعيله بقى، وإنه يبقى قراص ويبقى موجود في الصيدليات ويبقى موجود في الأماكن كلها، ده ممكن مع الوقت بقى نقدر نقول إنه ممكن قريبا يتم الانتهاء على هذا الفيروس، ولا بما إنه كل شوية بيتطور فهو عمرنا ما هنقضي عليه؟ خلينا نقول المعلومة الأكيدة، أنت حتى الآن التحورات اللي حصلت من رحمة ربنا بينا للأضعف. يعني لو شفتي ألفا كان أول متحور ظهر كان أشد واحد. نعم. ثم بيتا، ثم الدلتا كان أقوى من الأوميكرون، ثم الأوميكرون أضعف من الدلتا. الدلتا. لكن بنقول إن عشان نقضي على الوباء دورة حياة الفيروس بتتم دائما داخل الإنسان. يبقى عشان نقضي على الوباء لازم ما تتقلش من إنسان لإنسان. يبقى سلاحي في إيدي في الإجراءات الاحترازية واللقاحات. نعم. نعم. وأقصد يعني أنه مع ظهور هذه العلاجات أواخر شهر يناير اللي حضرتك أشرت إليها، ده هيبقى مؤشر كويس لفكرة فيروس كورونا بشكل عام وتطوراته أو إخواته زي ما أنا بقول. لكن بنشكر الدولة المصرية، الدولة المصرية مجرد ما بيصدر أي دواء بتلاقي الدواء متوفر، سواء بإنتاج مصري أو الشركات المصرية ما تقدرش تسيب لك، ما شاء الله ربنا أكرمنا بالشركات المصرية والإنتاج المصري في منطقة قوة وفعالية بتنتجه، الدولة على طول بتستورد الكمية اللي تكفيه للمصريين، فالحمد لله. نعم. مفيش حاجة دواء ظهر في العالم إلا ما كان متوفر داخل جمهورية مصر العربية. نعم. فده وجود دولة تدل على تدريب دولة مصرية قوية فما في إدارة البلد.
بشكرك دكتور حسام حسني، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.